نيجي بعد كده لل توب فيو، نروح على F3 تمام، ونيجي للشنطة. طبعا في نقطة مهمة، ان البوكس ده اتكريت في الديفولت الاخ ده، انا هبعد هطلع كده واقوم رايح هنا، ودي هسميها FX asset low poly car، وده هو هنسميه low car body proxy. هنسلكت او هاكتف اللاير دي علشان اعمل الشنطة بتاعت العربية. بالمناسبة كل حاجة بعدين، يعني كل حاجة هتتفصل لوحدها بعدين، يعني في الجروبس دي انا فعلا هفصل كل حاجة لوحدها، عشان كده الكار بودي انا لاممها هنا في حاجة واحدة، يعني لان هطلع دول بره الجروبس. بس خلينا نخلص البروكسي الاول وبعدين نبقى نطلع بره الجروبس زي ما احنا عايزين. اقول لكم خلونا نطلع بره الجروبس، هناخد الكار بودي جروب، وهروح لجروب واقول له اوبن، وهعمل اللي انا عايزه، وبعد كده هقول له كلوز تمام. وهاخد دي شنطه العربيه على ما افتكر، لو رحنا للبرسبكتيف فيو تمام، افتكر الاتنين دول مع بعض هي شنطه العربيه. ده مش دي وبس، لا ده معاها كمان الارقام دي. فانا هاخد دول ودول تمام، افتكر ما فيش حاجه تانية، كنترول زد تمام، دول هاخدهم في جروب لوحدهم، وهسميها باج، ولو ان انا مش عارف هي اصلا بيبقى اسمها ايه، بس ما علينا تمام. عندي بعد كده الاخ ده، وده مش لوحده، ده معاه الشبكة ومعاه ده كمان تمام، كنترول زد، هروح لجروب ومقايل له جروب، ودي هنسميها فرونت كاب، وجاي عامل اوكي تمام. ده كده كل واحد في او بقوا في جروب بقوا في جروب لوحدهم، بس هما للأسف جوه دي، فأنا عايز أخدهم من دي أحطهم في دول تمام. كده خلصنا من ده، يبقى كده ده أنا ممكن أسلكته لوحده كجروب. نخلي بالنا قبل ما نعمل أي حاجة، إن أنا عايز أروح لدي وأروح لأفكت وأقول له سنتر، والأهم من ده بقى إن أروح للفرونت فيو، آسف للليفت فيو F3، واتاكد ان لازم الاكسس دي تكون في نفس اتجاه اللوكال بتاع الاوبجكت. فهروح كده واقوم قايل له لوكال تمام، او اسف في نفس اتجاه اللوكال بتاع الاوبجكت، هو كده لوكال بس لازم اعملها زيه بالظبط. فهروح على الفيو زي ما انا، وهروح على افكت بيفت اونلي، وهاخد البيفت لاني افتكر هو هيلف على دي، اتفتح لفين؟ اتفتح من هنا، فيبقى دي هنا كده تمام. في نفس الوقت هعمل لها align مع الاوبجكت بالشكل ده كده، يعني حتى لو طلعناها لفوق تمام، واقول له واشيل افكت بيفت، ولو رحنا كده عملناها لوكال هلاقيها بالظبط مع الاوبجكت. داينامكس نخلي بالنا انها بتشتغل على اللوكال اكسس او على اللوكال بيفت، مش على الورلد. فهروح على دي كمان بالمره ماشي، واقول له افكت بيفت، واخد دي تتحط هنا، ونفس الموضوع الف دي كده عشان تبقى كده. طبعا الـ الكلام ده خلاص للطريقه
للطريقه بتاعتنا او الطريقه اللي احنا هنشتغل بيها، عشان احنا هنشتغل بالماس، بالماس فيزيكس. اما لو هنشتغل بالتي بي والكلام ده كله، كل الكلام ده ولا هيفرق. خلاص هنضغط F4 او F3 ونرجع هنا زي ما احنا. تعالوا بقى نعمل حاجه تخص البيبان. البيبان دي المفروض انها هتتفصل، لان هي كده دول ممسوكين مع بعض في حته واحده. فانا عايز اروح للايديت بولي، هو عامل هنا مش سموث، هعمل رايت كليك واقوم قايل له كولابس تو عشان يبقى اديتابل بولي، واتاكد ان كل حاجه تمام متحوله اديتابل بولي. طبعا عامل سيلكت على جروبس، فاللي هيجي قدامنا هنحوله. نيجي لده الاول، وهروح ل element وهكليك ده كده. خلاص انا كده مسكت الاليمنت ده، وهاخد كنترول وهاخد. طبعا الاليمنت التاني ده واضح ان هو مع بعض العربيه، وده كمان المفروض نقسمه ل 2 اليمنت. فانا هاخد ده وهقوم قايل له ديتاتش، مش هقول له اي حاجه من دول، لكن انا هقول له كار دور وما يقول له اوكي. نطلع بره الاليمنت مود ونيجي هنا، هنختار اليمنت تاني وهكليك الاليمنت ده المره دي بس. تمام، وهعمل له برده ديتاتش، وده هسميه ليفت دور. اوكي، والاوبجكت التاني زي ما هو. تمام، هسيبه زي ما هو، بس ده هسميه رايت دور. طبعا هنحتاج ان احنا اولا نطلع بره الاليمنت مود، ثانيا هروح ل سنتر واروح ل ليفت فيو F3 واشتغل على اللوكال اكسس، وهاخد ده واحطه هنا كده، لان هو لون فصلتين، واحده بتبقى فوق واحده بتبقى تحت، فمش هحط ده هنا. تمام ماشي. في الحقيقه لو هنتكلم فيزيكالي قوي المفروض يتعمل له 2 بيفت. هتقولي هو ينفع؟ ينفع. تمام، لكن انا هحط ده هنا عشان ما نعقدش الدنيا قوي. خلاص بالشكل ده، وهسيبه بالمنظر ده كده. خلاص بالشكل ده. اما هنروح للبرسبكتيف، ده كده عملناه، فاضل ده. هرجع للليفت فيو وهاخد هاخد افكت بيفت وهاخد الاكسس واحطها هنا، وهسيبها برضو زي ما هي. تمام، طبعا مش هحط دول في جروبات، لان هما كل دول ده له واحد لوحده، وده او الباب له حاجه لوحده. النقطه بقى الاهم من ده، البادي بتاع العربيه اللي هو ده الجزء ده. تمام، هضغط بي اروح للبرسبكتيف. وفي نقطه مهمه قوي دلوقتي عشان ما الدنيا ما تبص او مش ما نتلخمش يعني، انا هقفل اللوبولي وبعدين اظبط وبعدين اجيله. دول موجودين فين؟ دول في الكار بادي. خلاص، فده هنعمل نفس الحركه، هروح لإيديت مش واقوم قايل له كولابس تو، وبعدين إيديتابل بولي، واروح للإيليمنت وهسلكت ده. تمام، وهروح كده واعمل له ديتاتش. خلاص ده هسميه ليفت دور ستاند. تمام، والناحية التانية هكليك ده ديتاتش رايت دور ستاند. جميل قوي كده. عندي بعد كده مين؟ عشان نبقى خلصنا مرة واحدة، عشان نعمل لهم اتاتش مرة واحدة، عندي ده. دي لا، عندي الجزء ده.
هو ده بصراحة المفروض بقى ان هو يعني شايفين هنا كده هيتعمل برضو الكذا element right click collapse all. هنروح للإليمنت هناخد الإليمنت ده detach وده هنسميه رايت دور ثن بار. هناخد دول كده بدل ما نقعد كوبي بيست بدل ما نقعد نكتب كل شوية. والناحية التانية هناخد ده وهقول له ديتاتش وهقول له ليفت كنترول في. خلاص مش خلاص برضه هو له جزء من تحت هياخد ده ديتاتش ليفت كنترول في بس المرة دي لور كنترول سي اوكي وناخد ده ديتاتش رايت كنترول في. ماشي فاضل ده الازاز وفاضل ده وفاضل بخرب بدل العمل. ماشي المهم هناخد ده كده هناخد ده وهروح هنا و قبل ما اروح هنا الاول دول مش فارقين معايا الاكسس بتاعتهم فين لان انا هعتمد على ان الدور كل ده الاكسس بتاعته هنا خلاص. ف خلينا سنتر اهو ماشي ودي نفس الموضوع ودي نفس الليلة ودي نفس الليلة تمام تمام نيجي لدول element click detach ودي هسميها right door glass control C detach lift control V تمام. اطلع بره الاليمنت مود هناخد دي وناخد دي ونروح هنا واقول له كده فاضل دول كل بصول. يا سلام لا تعالوا لي كده كلكم خلاص ودول كده ديتاتش وهقول له رايت دور مارك كنترول سي اما دي كنترول في بس الناحية دي كده هتبقى ليفت تمام. نطلع بره ده ونسلكت الاثنين ونروح هنا افكت سنتر تمام فاضل دول. بالمناسبة كان في طريقة ان انا كنت افك دول مرة واحدة بالري فاير خلاص بلجن ري فاير وكنا هنخلص من الليلة دي بس يعني التكرار دايما بيعلم يعني. هقول له كل بصول تمام و والله انا شكلي هفك كل الجروبات وارجع اعملها تاني تمام بس وليه بس هنكليك كل دول جروب ان جروب تمام. هي الميزة انها لما اتفكت انا عايز اعمل دول كده وعامل كنترول زد كار بادي دي هروح لجروب واقول له لا دي ما فيهاش جروب هروح اقول له كلوز الاول وبعدين اروح اقول له ان جروب تمام لانها كان معمول لها اوبن. بعد كده نجروبهم تاني مفيش مشكله انتوا عرفتوا بتعملوا جروب ازاي. هناخد دي بقى واروح هنا واكليك ده مع ده ديتاتش ليفت دور
هاندل وهناخد كنترول سي. الناحية التانية ده مع ده مع ده. اوبا يبقى التاني ما تسلكش، ما علينا خلاص. وهنيجي هنا ونكنترول في ونيجي الناحية التانية وهقول له رايت. تمام، تعال هنا. لا ده ما فيهوش مفتاح تقريبا، ما عملوش مفاتيح، الحمد لله نسي. تمام، طلعنا كده بره الليله كلها. تمام، لو عملنا حتى الويلز كل حاجه كده تمام ولا لسه؟ المرايات، خلاص المرايات. نيجي على المرايات، هناخد دول طب ما هو احنا كنترول ايه ورايت كليك كونفرت تو اديتابل بولي. تمام، عشان ما نقعدش كل شويه نلاقي الموديفاير اللي كان هنا ده. هنيجي لدول ودول. يا دين النبي، طب ليه الشقه ده؟ انتوا عارفين هو عامل كده ليه؟ هو عامل اتاتش عشان التكتشرز. هو الاتاتش ده عشان التكتشرز بس عشان السيميوليشن والكلام ده كله الدنيا دي ما بتنفعش. خلاص، طبعا واحد يقول لي ايه، هو احنا لما نعمل دي مش هتتطبق او دي مش هتتكسر او دي؟ بص انت هتعرف المعلومات في الورشه خلاص، واللي هتلاقيه يتطبق او يتكسر او انت هتعمل عليه اي ديفورميشن افصل اوبجكت لوحده زي ما احنا شغالين كده. تمام خلاص، نيجي هنا وهنروح هنا ودي هقوم رايح اعمل له ديتاتش، وهنا هسميها رايت ميرور. والناحية التانية هتبقى على طول في وتبقى الليفت ميرور. حلو، نطلع بره السب سلكشن مود ونخش هنا ونروح هنا. تعالى بقى ده مع ده مع ده. طب اوبا، طيب ماشي، هناخد دول بس مع دي. المفروض مع دي بس، هو دي هتلاقيه عامل لها اتاتش في البلس. تمام، ده هي كده هنعمل لها ديتاتش، وبرضه هنسميها رايت ميرور. تمام، ودي مع دي. ديتاتش وهنسميها ليفت ميرور. جميل، طيب هناخد بقى ايه الاوبجكت ده، كنترول مع الاوبجكت ده. طب هو ليه عامل سلكت على حاجه الناحيه التانيه؟ في حاجه الناحيه التانيه. انا هتعمل سلكت غلط، فكليك كده معلش وهفصل دي لوحدها كده. ديتاتش دي ليفت ميرور. والمرة دي ليفت ميرور جلاس. رايت ميرور جلاس. تمام، حلو كده، هنأتاتش بقى كله مع بعضه. تمام، هاخد ده اهي مع ده اهي مع دي. تمام كده، هنأتاتش دول كلهم مع بعض. طبعا هو ممكن ان انا اعمل ايه، اخد ده اهي كده واقوم رايح هنا لأتاتش خلاص، وهنقي من هنا بالاسم بس يعني مش طالبه بصراحه. هاخد ده
واخد معاه ده التاتش ماتيريال كل حاجه تمام تمام وتاني اخد معاها دي برضو كل حاجه تمام حلو، ونظبط الاكسس بتاعنا علشان الدنيا تظبط معانا. هروح للفرونت فيو والمرايه دي الاكسس بتاعها هنا. جميل، نيجي الناحيه التانيه دي مع دي، وهنروح على البرسبكتيف وناخد معاهم دي كده كمان برضو نفس الموضوع، ونروح للفرونت فيو وناخد اوب 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 افكت بيفت. ليه بقى؟ ليه اداني كذا بيفت؟ ما عملتش اتاتش. تمام، اتاتش لده و لده، شيل اتاتش عشان كده كان متضايق، كان زعلان. سنتر، ناخد دي نحطها هنا كده. تمام، نرجع للبرسبكتيف كده. البيبان بقى اللي فاضله هاخد، المفروض كل حاجه تبقى متظبطه بقى، هاخد الباب نفسه ماشي، وهاجي هنا واعمل اتاتش. هاتاتش مين؟ اولا هاخد ده وده 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 ومعاهم ده، بس هشيل بقى دي كده الاول واروح هنا، وهقوم جاي واخد الاليمنت ده تمام وافصله. ده هيبقى ليفت ميرور بيز، وخلينا ناخد الاتنين دول كنترول سي ونشيل. في الحالة دي هقدر اخد ده كده اعمل له اتاتشمنت مع الدور او الباب تمام، وبرضو هاتاتش معاهم التكست وهاتاتش معاهم الهاندل. خلاص، يبقى كده الباب كله متظبط. نرجع تاني افكت سنتر، وهافكت برضو البيفت عادي جدا، انا كده سنترتها اهو. هاخد الليفت فيو وهقوم حاططها في مكانها مره تانية. نشيل ده ونروح للبرسبكتيف ونأتاتش نفس القصه. خلاص، هاخد الاخ ده كده، وهو كان فينا اتاتش مالتي تقريبا، هي دي، بس مش عايز ان انا ناخد ده. اوكي، ناخد ده. اوكي، وده تمام، وده تمام، وده ماشي. تعال، عشان فيه وده برضو ماشي، ومعاهم التكست برضو زي الفل. حلو قوي، برضو هاخد، هطلع بره الاليمنت مود واخد دول، واقوم واخد دي وهعمل لها ديتاتش، ودي هنسميها الرايت وكنترول في للباقي رايت ميرور بيز. خلاص، وهاخد الاخ ده كده وهاتاتش معاه الرايت ميرور بيز. خلاص، نروح على ليفت فيو F3 واروح على البيفت ونفس الاوب كنترول زد. ده زد وزد، لان هنا كان في مشكله. ما علينا ما علينا، هنفصلها خلاص وناخد. كويس ان المشاكل دي عماله تحصل والله، عشان لو في ناس مبتدئه معانا في الـ في الـ في الـ في الورشه دي يبقوا خدوا بالهم من المشاكل دي. ده ظروفه ايه؟ ده ظروفه سهله خالص. هنروح هنا ماشي، وان سيلكت ده كده، وهنعمل له ديتاتش، مش حتى مش هسميه، بس زي ما هو كده تمام. نطلع بره الايديت مود واروح هنا، هلاقي الدنيا معايا زي ما هي.
بس طبعا ده اتغير، فانا هسميه دور من غير نقطة، تمام. ودي اتغيرت، فانا هشيل بس 002 دي. perspective دي right mirror زي ما هي، right door بس كده، تمام. F3 افتكر ان كده كل حاجة عندنا تمام. يعني لو جينا نبص على الدور ده كده، هروح للتوب فيو F3، انا مش عارف اشمعنى. احنا عملنا اتاتش ده في حاجة صحيحة، تمام، سنتر، بدليل ان التاني المفروض يبقى مظبوط. التاني مظبوط، هو مش مظبوط قوي يعني، بس ماشي نخلي دي كده. ده السلكشن بيفلت بيبقى بايخ. بس يعني تمام، وافتكر كده احنا ظبطنا كل حاجه تقريبا في العربيه خلاص. فاضل بس ان احنا نبقى نلم الحاجات دي في جروب، بس هنخلي الكلام ده بعدين لما نعمل او نلم كل حاجه في جروبات تاني، هخليها بعدين لما نبدا نشتغل على فعلا الديناميك سيميوليشن. لكن احنا اهم حاجه عندنا كده دلوقتي ان كل الدنيا عندنا دي متظبطه. ادي الباب، وادي البيفت بتاع دي، مش عارف هرب من مكانه ليه تاني تقريبا، عشان احنا فعلا عملنا التغييرات بتاعت ان احنا فكينا جروبات وعملنا اتاتشمنت وديس اتاتشمنت الحاجات، فطبيعي ان كل ده يتغير. هو طبعا على اللوكال، فانا عايز اخليه واخد نفس الميل، يهمني الشنطة، ودي ودي ودي، افتكر هما كده كلهم تقريبا. لسه حاجة؟ لا مفيش حاجة، تمام. دول كده المفروض هيتلموا في جروب، في جروب لوحدهم لما نيجي نشتغل على الديناميك. بس خلينا اقول ان احنا لو لفينا كل دول هيبقوا عكس بعض، فمش هينفع نلف كل دول عكس بعض. فالفكرة بس ان انا هاخد الحاجة المايلة فيهم وهخلي الاكسس بنفس السوا بتاعها كده. ليه؟ لان الانكر بوينت بتاعها هتبقى هنا خلاص. فانا هاخد ده كده على نفس البيفت واطلعها. ده كده احنا خلصنا العربية، كل حاجة بقت متظبطة فيها، ما عندناش مشكلة في أي حاجة. في المحاضرة بقى اللي جاية إن شاء الله هنبدأ نشتغل على إن احنا نبدأ نظبط باقي البروكسيز بتاعة العربية.